قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فإذا سمعها ألقاها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. ولذا قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وبعدها قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. هل هذه للشك، يعني أو للشك بمعنى هل يلقيها على الساحر أو على الكاهن، وهذا من باب الشك، أو أنه من باب التنويع، مرة يلقونها على الساحر ومرة يلقونها على الكاهن، أو أن أو بمعنى الواو. جاء في رواية أنها بمعنى الواو، حتى يلقيها على الساحر والكاهن، وذلك للاشتباه والتماثل بين الساحر والكاهن.